الكرم في العشور أو الكرم في العطاء عموما، في واحد لما يطلع العشور يطلعها بس عشان ضميره ما يتعبوش، ويبقى زي اللي إيه مستخسر، ويعني عاوز يفاصل، يقول لك طب ما ندخل إيه احتياجات الأهل في العشور، طب ينفع الكتب الروحية ناخدها من العشور، طب ينفع نأخر العشور. هو ما عندوش إيمان بالعطاء، ما عندوش كرم ولا سخاء، فهو مستخسر. وفي واحد يقول عشور ايه ده، العشور دي جت في العهد القديم، ده ربنا يسوع قال للشاب الغني اذهب بيع كل مالك ودي الفقراء يكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. يقول انا عاوز اعمل كنز في السماء، والمسيح قال ما تكنزوش على الارض اكنزوا في السماء. فيبقى كريم جدا، يدي الربع يدي النص يدي اكتر، وهو ما بيحسبش، وبالتالي كمان ربنا مش بيحسب معاه. من يزرع بالبركات بالبركات أيضا يحصد. عشان كده يقول المعطي المسرور يحبه الرب، المعطي بسخاء والمعطي بسرور يمشوا مع بعض. الشخص اللي بيدي وهو فرحان ياخد بركة أكتر، والشخص اللي بيدي بسخاء شديد ياخد بركة أكتر. الكرم يجي إزاي؟ أول حاجة تخلي الواحد كريم أنه يتأمل كتير في كرم ربنا معه، لأن كل فضيلة تنبع أساسا من ارتباطها بربنا. فلو الواحد شايف قد إيه ربنا مغرقه، هيغرق اللي حواليه، وهيبقى إيده مبسوطة بالعطاء، يعني منبسطة كده. لو هو بقى مش شايف ربنا خالص، هيبقى ماسك في الحاجة اللي في إيده مش عاوز يفرط فيها أبدا. يبقى أول حاجة تخلي الواحد كريم علاقته بربنا أو تأمله في كرم ربنا. حاجة تانية، الكرم بالذات فضيلة تختبر. يعني إيه؟ عارفين في ملاخي لما يقول هاتوا العشور وجربوني، جربوني يعني إيه؟ جربوني مش معناها زي لا تجرب الرب إلهك، ما تدخلش في حاجة غلط وتقول له وريني هتعمل فيا إيه، لا دي ممنوع دي. لا، جربني إن أنا بقول لك هات وخد، هات بإيدك العشور وخد بإيدك التانية بركات بلا حساب، ده اتفاق، ما تجرب. فهنا اختبار العطاء ينشئ عطاء أكثر. بمعنى إيه؟ واحد يقول إيه، طب أنا هجرب أدي وقت للخدمة وأدي أكتر من العشور وهشوف حياتي ماشية إزاي، يفاجأ إن حياته بقى فيها بركة أكتر والدنيا ماشية أسهل. يقول طب ما أنا أزود وقت الخدمة وأزود العشور، يلاقي الحكاية بتزيد بركة وبتزيد خير وبتزيد سلام. يقول طب ما أنا أزود. يبقى هنا فضيلة الكرم تيجي بالممارسة وبالاختبار. فالواحد يتأكد من أن الوعد ده صادق، من يزرع بالبركات بالبركات يحصد، ويلاقي أنه عاوز يزود لأنه شايف أنه كسبان مش خسران. كل لما يقدم حاجة يفاجأ ان ربنا بيدي اضعاف اضعاف.